معكم فيديو جديد وفلوج جميقات أرينو. صح أنا عرين أنا واليوم الفلوج راح يكون أسبوع من حياتنا. أوكي قررنا نصور لكم أنا وعنود هذا الأسبوع من حياتنا لأنه فيه كتير أشياء فحبينا نشاركه معاكم. بس اليوم هو يوم الخميس، شو رح تعملي عنود أول شيء؟ أول شيء نروح ألبس أواعي الزي وأنا رح المدرسة وبعدين أرجع لكم. يس أنا رح أروح ألبس لأنه رح أطلع أفطر هلأ ورح أجيب شوية أشياء من المول. عند رح تدرس أنا رح أروح أكيف. أنا كتير مبسوطة إنه فتحت المدارس، صدروح يعني يوم الخميس بعدين جمعة، وديش يجي يوم الجمعة إنه بعدين عطلة. يس عندي يا حرام خايفة يجي يوم السبت يكون يوم عطلة. أوكي ما علينا، المهم قبل ما نبلش هذا الفلوج لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على جرس النبي تحت حصلكم كل شيء، وإذا بتحب تتابعنا على الانستغرام تيك توك وبس. هيك هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. اوكي رح أوريكم اليوم من جو، طبعا رح ألبس شيكم حتى ما أبرد، يعني رح تمطر بس شوفوا جمال الجو ما شاء الله ما أحلاه. وكمان هون عن قريب في بحر، هذا اللي لونه ازرق هو البحر شايفينه؟ كثير حبيت. بس هيك في غيوم كثير، فاليوم رح تمطر فرح احاول البس شيء ايش؟ خميس لحتى ما ابرد. بس تمام انا هلا بكون جهزت ورح اوريكم شو لبست. اوكي البس هذا الجاكيت باللون الاورنج او الكرميدي تقريبا، هذا هو حلو كتير وقصير. وعندي هذا البنطلون الاسود، بنطلوني المفضل بصراحه كتير بحبه بيلبع على اي شيء، هذا هو. وكمان لبست هذا البوت، هذا البوت تاع عنود. وتحتي تيشيرت هيك اسود ساده لحتى يلبق، يعني انه البنطلون اسود والتيشيرت اسود والقشط اسود. ونحط فوقي هذا الجاكيت الكرميدي. والشنطة هاي هيك فيها شوية سكني كتير حلوة طالعة على اللبسة يعني. وشعراتي هيك منفولين، وحطيت هاي النظارة. يس بس هيك هذا اللي لبسته اليوم، هذا هو. بس هيك هلأ رح أروح على المول ورح أخذكم معاي، رح أشتري شوية أشياء وبس. هلأ خلينا نروح Let's go. اوكي هلا وصلت المول، اول اشي رح اروح افطر وبعدين رح اجيب كمان شغله. تمام حبيت اليوم اجيب جريب طلع ناقص منظره، وكمان جبت معه قهوه. بس هيك وهلا رح افطر. تمام انا هلا رجعت على البيت، ولما اجيت لقيت ترنديول جايب لي اغراض. انا طلبته من ترنديول انا وعنود، هو موقع على الانترنت تطلبوا منه اغراض بتيجيكم لحد البيت. اوكي حابه اوريكم شو جبنا، هيهم هدول هن، فرح افتحهم مع بعض. يلا بسم الله. اوكي رح نفتح هذا اول شيء صغير، انا طلبتهم بس تقريبا من اسبوعين فناسي شو طالبه، فرح نفتحهم مع بعض. اوكي رح نفتح هذا اول شيء، لازم نمزعه هيك. اوه حبيت. اول اشي اجاني هدول الفراشي من الماسكات، بتكون سيليكون، واحدة ازرق حتى اخضر هيك تريكوازي اللون بتحب عنود، وابيض وزهري. طبعا الزهري الي والاخضر هذا تريكوازي العنود، وهاي لماما عشان لما نحط ماسكات نحطهم بالطريقة الصح. هدول هنا هوريكم اياهم صح. تمام حبيت. نفتح الكيس الثاني اللي هو هذا، خلينا نشوف. ما بينفع نفتح بالطريقه الصح، لازم نمزق. يس تذكرت هدول كمان فراشي بس لشو؟ للاظافر، لحتى لما يكون عندي جامعه كل يوم اروح بموديل، بحب انا كثير 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 ارسم على الاظافر، فلقيتهم على ترنديول حبيت اجيبهم هيك نقط مثلا او ترسموا قمر ورده هيك اشياء. وهدول كمان فراشي برضه للاظافر، حتى ابدع على اظافري انا. اوكي الشيء الثالث هو هذا، هات نشوف هذا ثقيل، هذول كانوا خفاف. كيف رح نفتحه؟ نفتح هيك مزع.
ها هذا مو إلي، هذا العنود. هذا شو يا جماعة؟ في ترين طالع جديد إنه منعلق على الحيطة صور مختلفة بالأشياء اللي أنت بتحبها. فعنود سنو عمعاني هلا بكملكم هلا بكملكم ترو. فعنود حبت تجرب هذا الترند ورح تعلقهم على الحيطة. بس هلا عنود وين؟ زي ما بتعرفوا بالمدرسة. بس ترجع عنود رح نعلق هدول الصور أنا وياها على حيطتها. طلع كيف بيكون منظرها؟ شايفين كيف؟ رح نعلقهم على الحيطة اللي جنبها، اللي جنب تختها، ونوريكم إياها مع بعض. رح نعلقها بس يجي عنود من المدرسة. أوكي، هذا الإشي الثالث اللي كان. بالنسبة للإشي الرابع اللي هو كبير، طبعاً أكثر شيء كبير نخليه لآخر إشي، نتحمس. أوكي، رح نفتحه. عن جد ناسي شو جايبة أنا. أنا وعنود قعدنا ننقيهم وهيك. كمية الغموض والحمس. ها تذكرت. أوه حبيت. أوكي، رح أشرح لكم، كثير تحمس بعرف. هذا شو؟ هاي كلمة لوف بتضوي باللون الزهري اللي أنا بحبه وبعشقه فوق البوفير، فوق البوفير الميك اب تبعي أنا وعنود، رح نحطها فوقي، مشان هيك جبناها، وأحلى شيء إنها على بطارية مو على كهرباء، فكمان رح نلاقيها مع بعض بس تيجي عنود، يس. هيا طويل السلك، أوكي، أصلاً إحنا ما رح نطولها، من هون كأنه بنحط لها مسمارين عشان تتعلق صح، رح نشوف أنا وعنود كيف رح نعلقها، أوكي، هاي هي. بس هدول الاشياء اللي اجوني. جاي من المول تعبانه لانه افطرنا زي ما شفتوا، اشتريت شويه اشياء، بس هاي الاشياء ما رح اقدر اوريكم اياها هلا. ليش؟ لانه في مشتريات للجامعه رح اوريكم اياها، اشتريت شويه اشياء حلوين ولسه رح اشتري كمان، لسه ما خلصت. فمنشان هيك ترقبوا فلوك للجامعه، فلوك مشتريات الجامعه. اوكي، بس هيك انا رح اروح ارتاح اغير ملابسي واستيجي عنود ونعليهم برجع لكم. ليتس جو. تمام، شوفوا مين اجى. اجت عنود هلا من المدرسه زي ما شايفين، لابسه اواعي الزي، وهون كمان في شنطتها، تليفونها واغراضها. شو رح تعملي عنود هلا؟ هلا اول شيء اغير وبعدين اكل، وبعدين علينا واجب عربي. رح تدرس يعني؟ يس. اوكي، رح اوريكي كمان في اشي اجى كثير حلو من ترينديول اللي طلبناه. الصور؟ ياس، هدول هن. هلا رح نعلقهم مع بعض صح على الحيطه اللي وراكي. يس. يعني انت كل شيء عندك مليان، انا عندي كل شيء فاضي. بالضبط، احنا جبناهم عشان نحطهم على حيطة عنود. جبتهم انا لون بينك، وبعدين بدي اجيبهم للنادي. يس، ما تفتحيهم هلا احسن يتقطعوا، كمان شوي بس نتغدى ونرتاح، يعني انت ترتاحي وتدرسي بنعلقهم مع بعض. يس. اوكي، بس هيك هلا رح نروح نتغدى، اذا قدرنا رح اصور لكم شو رح ناكل. يس. تمام، عبين ما عنود تغير ملابسها، انا اجيت اساعد ماما. اليوم ماما عامله منزله او مسقعه. زي ما انتوا بتحكوا لي. اوكي، هون عاملين الباذنجان، وهون في عندنا اللحمه المفرومه مع البندوره. البخار، هاي هي ريحتها بتشهي يا جماعه. هلا بنعملها طبقات، نحط باذنجان فوق اللحمه المفرومه والبندوره، وبعدين بتصير جاهزه. بس هيك، وبس تخلص اكيد رح اوريكم المنظر النهائي. فكتير جوعانه ومتحمسه حتى اكل. جايز، بعد ما اكلنا وتغدينا انا وعنود، شو عنود شو بتعمل؟ بدرس. شو عم بتدرسي؟ عربي. عربي اه. اذا مش درس عربي. ورجينا شو بتدرسي. اوكي، قالت لنا الميس انه اكتبوا الكلمات هاي بالعربي وبالتركي. ها. وانا عم بكتبهم 5 مرات. شوفوا، عنود مدرستها القديمه ما كان عندها عربي. انا بس كان قران يعني تسميع بس. بالضبط. هلا انتقلت عمود على مدرسه جديده، وهاي المدرسه هي تركيه بس بتدرس عربي وتركي. حتى الاتراك اللي مع عنود عم بيتعلموا عربي جديد، تخيلوا. كثير حبيت. انا اللي زمان مش دارس دروس عربيه، يعني احس شوي نوعا ما نسيت العربي. وليش هون قاعده عم تدرسي؟ دائما بتقعدي تدرسي برا على الطاوله بالصالون. ما بدي اعمل ادرس هون. والسماعات باذنيكي بتسمعي اغاني. الله، شو هالدراسه. اسعد. هلا بطلت عم تحفظ؟ اركز. لازم احفظ. يس.
اوكي هلا انا كمان رح اسيبك تدرسي تركزي وبس تخلصي الواجبات او الاوديف رح نلزق هدول هون اللي وريتك اياهم. هذا اذا فضيت انا. يلا علول انا كثير متحمسه من الصبح عم بستناك من اول ما اجوا. والله صراحه عيد اليوم علينا عربي كثير وفي نفس الوقت شو اسمه ما لي دخل ما رح تنام الا لما نعلقهم. علينا حفاظه. حفاظه؟ حفظ. لازم احفظ كمان في اشياء هون لازم احفظها بالعربي. اوه اوه صارت عم تشتد الدراسه انكم صرتوا بنص الاسبوع الاول من المدرسه. يس واخيرا. يس واخيرا. يس خليني هلا اكمل خلص اول ما افضى بنعلق الصور اتفقنا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله قلت ايش بعد انا ما حكيت صوص لما احكي صوص يعني خلص. تمام خلص اوكي انا رح اترك على راحتك عن جد هلا بدك تدرسي وبس تخلصي اذا فضيتي بنركبه ما فضيتي بنركبه بكره. يس اوكي خلي علينا. يلا قولي شرس. انا رح اروح هلا اقعد زي ما بتعرفوا انا جامعيه لسه بدي اسبوعين لبلش الجامعه. رح ارتاح اشرب قهوه يعني بتعرفوا انتم ما عندي دراسه يا حرام عن مولي. يا جماعه انا مبسوطه على فكره ابدا ما بشبط بعمل انا ابدا ابدا هيك. اوكي شوفوا الجو 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 فظيع جايز قبل شوي كان في رعد. استنى بدي افتح. يا ابني بكره الجمعه تمام بكره من الساعه 12 بالليل مطر ها ورعد كمان. استنوا جايز شوفوا 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 في رعد شوفوا المنظر حتى عم بتمطر. او ماي جاد حبيت. اوكي عن جد خلص هلا انا لازم اهرب لازم اترك عن راحت عشان تدرس. خلينا نسكر هذا عشان نطلع من جو الاكتئاب اللي احنا فيه. يلا بتلق علي الصبح يلا لسه هذا قولي شرس. اوكي واخيرا عنود خلص دراسه الا تقريبا ساعتين عم نستنى عنود تخلص دراسه. اوكي فتحناهم هدول هن طلعوا في اكثر من صوره كل صوره احلى من الثانيه بصراحه. واحد احلى شيء. يس اوكي هلا طول صمت. يس انا عنود فكرنا في بقلبهم وراه لزقه يعني بيتلزق بس مو مشكلة حليناها ورح نحط هون صمغ ولزق. يس يلا نبلش. يلا اوكي بنبلش بالأولى. اكتيز دورما ات صح هيك صح الانجليزي التركي. اوه ما زفتت بضلي فلات. يس تمام زي ما شفتوا مع الاسف ما قبلت تلزق الصور اللي جبناها انا وعنود لانه اللزق اللي عندنا ما بينفع للحيط. صح فبكره رح انزل انا على المول واجيب لزق مخصص للحيط اللي هو الغيره يعني تقريبا لحتى يلزق ونلزقهم. يس انا كثير متحمسه كنت اليوم هلزقهم. وانا كمان بس خلص حزن قفر. اوكي مو مشكله بسيطه بكره رح نلزقهم ان شاء الله مع بعض. وهلا عنود شو رح تعملي؟ هلا رح اعمل روتين في وجهي. يعني لا رح انام بس هيك ان شاء الله بنشوفكم بكره. صباح الخير. باي باي. صباح الخير وصباح ال 100,000 مشترك على اليوتيوب. مش مصدق انا وصلنا 100,000 على اليوتيوب. عن جد شكرا كثير لكم بحبكم كثير كثير كثير. وعنود هلا هي بالمدرسه فقت لقيت عنود طلع على المدرسه وبعدين فتحت تلفوني لقيت موصلين احنا 100,000 مشترك على اليوتيوب. كثير مبسوطه عن جد ما بتتصدقوا قد ايه فرحتي كبيره. اوكي وعنود لهلا هي ما بتعرف لانها بالمدرسه بس تيجي عنود رح صور لكم رده فعلها لما تعرف انه وصلنا 100,000 مشترك على اليوتيوب. ها الرقم بجنن. وكمان حابه اقول لكم شكرا لكل حدا دعمنا بالكومنت كتب لنا لو كلمه صغيره انا كثير بحبكم ورح اقول لكم اليوم كثير شكرا. اوكي بس هيك يا جايز انا كثير فرحانه هلا رح اقوم اصحصح واعمل قهوه من هذا الحكي قبل اي اعمل اي شيء قلت لازم اطلع اقول لكم شكرا. يس لان انا عم صور لكم اسبوع من حياتنا انا وعنود فتاني يوم من هذا التصوير صدفت انه وصلنا 100,000 مشترك. بس هيك هلا خليني اصحصح واعمل قهوه وبعدين رح ارجع لكم. اوكي بعد ما صحصحت وهيك شربت قهوه ولسه مش مصدق انه موصلين 100,000 نزلت كمان على الستوري اذا متابعينا على الانستغرام رح يكون هون بتعرفوا اني نزلت ستوري وشكرتكم فيها على 100,000 مشترك. اوكي اليوم زي ما بتعرفوا يوم الجمعه اخر يوم مدرسه لعنود بعدين عندنا سبت واحد عطله اخر يوم بكون بالمدرسه هو يوم الجمعه. هلا تقريبا صارت الساعه 1 هو بيأذن عندنا الظهر 1:15 فرح استنى الظهر لحتى يأذن وبعدين رح اصلي صلاه الظهر واقرا سوره الكهف. هيك دائما كل جمعه انا بقرا سوره الكهف. بس هيك هلا تعالوا معي لحتى نصلي صلاه الظهر ونقرا سوره الكهف.
تمام ضايل تقريبا بس 10 دقايق ورح تيجي عند حتى نشوف ردة فعل على 100,000 مشترك. كثير متحمسة حتى اشوف حنوت ردة فعلها. اوكي بسم الله يا رب يا رب تيجي هلا. بسم الله انا كثير متحمسة. اوكي جايز واخيرا اجت عنود. بسم الله. هاي استنى قبل ما تدخل لازم خبرك خبرية كثير حلوة. ايه طيب ايش لي ايش في؟ ايش في؟ جاهزة؟ اسمعي؟ اسمعي سكر الباب. اوكي ايش في؟ نحن وصلنا 100,000 مشترك على اليوتيوب. طب ورينا ردة فعلك. مبسوطة مبسوطة صح؟ عن جد؟ وحياة الله. أنا شو مركز معك. مبروك مبروك. إلي وإلك 100,000 مشترك على اليوتيوب. شو تحبي تقولي للناس؟ شكرا كثير لكم. وصلتونا 100,000 على اليوتيوب. مش عارف أحكي. اوكي مبسوطة يعني؟ ايه طبعا. بما انك هلا تعبانة واخذت ردة فعل عنود هلا عن رح تروح تغير وترجع لكم. يلا. صباح الخير، ثالث يوم من اسبوع من حياتنا. يس. شو رح نروح نعمل انا عند اليوم؟ اليوم رح نعمل شعرنا. مزبوط، بما انه جاي الجامعة انا رح اروح اصبغ شعري، ما رح اصبغ شعري يعني لون كثير هيك قوي، رح اصبغه اشقر امبري يعني. يس. اوكي، عن شو رح تعملي؟ انا اصغرتي. هلا بس نروح على الكوافير رح نصور لكم. صح. بس هيك وهلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. البيت انا وعنود رح نرتاح شوي ورح نطلب اكل. yes. شو حابه ناكل؟ ماكدونالدز. وانا كمان بصراحه. اوكي رح نطلب صح لنا تقريبا اسبوعين مش طالبين. yeah. هيك اشي. اوكي رح نطلب انا وعنود هلا ماكدونالدز وبس يجي رح نصور لكم. صح. عم بضل تلعب مش عارف. اوكي بس هيك ليتس جو. اوكي وهي اجى الاكل طلبنا انا وعنود ماكدونالدز. هلا رح نفتحه وطبعا كولا وسبرايت. يس انا اكيد سبرايت. اوكي هلا بس نفتحه ونجهزه بنصور لكم. يس هلا فتحناه وهدول هن اللي جبناهم انا وعنود. عنود شو جبتي؟ ماك تشيكن. اوه انا جبت ماك تشيكن بس حار سبايسي، وهون جبنا انا وعنود صوصات وكمان بطاطا. انا الي كولا. عنود شو الك؟ سبرايت. اوه صحتين. ثانك. اوكي هلا رح ناكل وبعدين رح نرجع لكم. يس تمام. هلا بعد ما اكلنا خلصنا اكل انا وعنود شو رح نسوي؟ هلا لزق هذول الصور. واخيرا جايز جبت 2 لزق معي. امسكي عنود، هذا اول اشي بيكون مخصص اصلا للحيطان، اذا ما زبط رح نحط هاد. يس. هذا اكيد. ليش؟ لانه هذا دبل فيس. يس. بلزق على الحيط 100%. يس. اوكي هذول هن الصور رح نرتبهم انا وعنود بالشكل هاد وبعدين نعلقهم على الحيطه. يس يلا يلا لونه اسرع كمان. يا لون لون كثير بحب هذا اللون. اشوف اوه حبيت حتى سفنج. تمام هلا بنلزق. بسم الله. يس. هلا رح نبلش نلزق. بسم الله حطي لنشوف يا رب ما توقع. اوكي لزقت لزقت يلا حبيت. يلا نكمل. بس نحط الكانون واحدة. تمام وهلا هي ثبتت الكاميرا وهلا صرت انا اقيم.
انا رح بلش قصقص وحط الحلو. يس ما بعرف اذا انا مبينه ولا لا بس انا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوره اللي بعد الفراشه عندنا البحر. البحر بدك تحطيها واحده تنتين نو بروبلم. اوكي جايز بتحطها كتير كبيرة وبعدين بتحط ليها شماتة بالنص عشان ايه ما يطلع هذا الفراغات. غلط هذا الكلام. اوكي. اقرب لكم الكاميرا واوريكم. يس جايز تعبت كثير انا. عين تركتني. يا عنود كلها 10 دقائق. اوكي جايز هذا هو اللي ركبته عنود. بجنن. هجيب كمان عشان اركب من تحت. يس. انه انا بحبش هيك يكون فاضي. يس بس رغم هيك لو ما جبتي بجنن. كثير حلو شكرا عنود واختيارك للصور بتجنن. ثانك يو. اوكي جايز هلا رح نعلق تاعت اللوف اللي بتضوي. يس جايز علقنا كلمه لوف جاهزين لحتى تشوفوا الجمال بتجنن. سنشغلها. واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة. شو كيوت شو حلوة. يا شو بدك حلوة كتير 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 بس لازم نطفي الضوء لحتى تشوفوا. استنوا رح طفي المراي رح طفي ضوء الغرفة. واو حبيت. مظبوط هلا انا وعنود رح نروح على دكتور الاسنان نغير لون تقويمنا ما رح نشيله مع الاسف لسه ضايل وقت. ضايل لي سنه ونسي هاي السنه تمشي هيك بطيء. يا عنود فظيعه يا جماعه انا نفسي هلا اشيله اليوم نفسي اشيله. نفسي ما اشيله ابدا. اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا ركبت تقويم بتحبوه او لا. اكيد بتحبوه عشان اوكي امبارح ليش ما صورنا لكم؟ امبارح صورنا فيديو عن مشتريات للجامعه هتلاقوه تحت بصندوق الوصف. مظبوط بس امبارح عملنا اشياء انا عنود صورنا الفيديو وانتجنا لكم اياه ونزلنا لكم اياه رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف زي ما قالت عنود. بس هيك هلا رح نروح على دكتور الاسنان وبس نوصل رح نصور لكم. صح ليتس جو. وعارين عم نعملها سنانها عم نقيمها بلاستيكات نحط بلاستيكات جديدة. مرحبا هرجام. مرحبا. وبعدين بيجي انا دوري احط بلاستيكات لونهم ازرق. انا كتير متحمسة جايز. عارينا كبت لون نهدي انه ما في لون زهري تمام. يا حبيبي شي رح يطلع المنظر هلا. هذا اللون ركبت هذا اللون النهدي الغامق مو الفاتح. يس. انا ركبت لون ازرق هلا برجيكم اياه. هذا اللون بدي اركبه هذا اللون الازرق. شو احلى يكون على اسناني. اوكي اوكي انا خلصت هلا اجى دور عنود بس مو مبين كثير من الاضاءه بس لما تخلص اكيد رح اوريكم اياه. عند رح تركب ازرق انا ركبت نهدي. هذا هو مو كثير مبين هذا رح اوريكم اياه صح بس كثير حبيت. Thank you.
اوكي جايز حطيت الازرق تمام. كنت انا قبل حاطه زهري وازرق بس الزهري تحول لاصفر ما بعرف ليه بس صرت هيك هلا ازرق. صراحة اللي مركب تقويم مثل عنود يختار لون الازرق لانه كتير حلو وبيبين لون الاسنان ابيض، بس لانه انا مختار السيراميك مو زي عنود حديد فحطيت اللون النهدي برضه بينفع، بس احسن شيء انكم تحطوا لون ازرق. يس كتير حلو طالع عليك. اوكي هاي عرين لون نهدي والله حلو عليكي، يعني هيك خلاها جميل و شكرا. انتم قولوا تحت بالكومنتات مين احلى عنود ولا انا؟ طبعا انا بقول عنود صراحه كثير حابه عيني كثير كثير كثير. اوكي هيك بكون خلصنا دكتور الاسنان وهلا راح نروح على وين؟ على المول. يس يلا. اوكي جايز هلا وصلنا المول، رح ندخل انا وعمي حتى نجيب كمان شغله. انت مخططه شو رح تجيبي؟ اوكي بس نطلع نشوف اذا في اشياء حلوه رح نجيبها. برافو. اوكي هلا اجت وجبتي انا وعنود، جبنا كمان بطاطا مع حلبينو وتشيز وكمان هاي وجبتي هاي عنود. صحتين. اوكي هلا بس ناكل ونخلص، اذا في اشي رح نوريكم ونصور لكم. نهاية الفيديو، بتمنى ان عجبكم هذا الفلوج، بصراحة انا كتير مبسوطة، انا كمان كتير 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 حلو وهذا عرفكم مع اسبوع بحياتنا. انا كتير كتير مبسوطة، وكمان اذا بتحبوا نعملكم هيك انواع من الفيديوهات اكتبوا لنا تحت بالكومنتات لحتى نكتر لكم اكتر. يس اوكي بس هيك بتمنى ان عجبكم هذا الفلوج، واذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وضغط على جرس التنبيه تحت حصلكم كل جديد، واذا بتحبوا تابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك بحبكم كتير، سنو فيديوهات جديدة لوكات جديدة عقبات جديدة. Bye bye!